اليوم المنظمة المغربية لحماية المال العام قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مؤسسة البرلمان للتصدي وللاحتجاج كالاحتجاج كفعل وسلوك ترافعي مدني حقوقي لقول لا لسن التشريعات، لا للالتفاف على منظومة التشريع وسن قوانين تحمي الفساد والمفسدين. ونعتبر ما أقدم عليه السيد وزير وهبي من خلال حقيبة وزارة العدل داخل منظومة التشريع، أنا أقول داخل المنظمة أنه ما أقدم عليه هو ردة حقوقية، هو نكوص، هو تراجع حقيقي، هو ضرب للمكتسبات ديال المغاربة، ديال الرصيد ديال المغاربة كاملين في نضالاتهم لعدة عقود. اليوم تنقولوا لا سي وهبي أنك تلتف على منظومة التشريع لسن قوانين تتعارض المقتضيات ديال الدستور، تتعارض الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي مضمون الاتفاقية الدولية التي تسمو على التشريعات الوطنية. تنقولوا الوهبي لا لتضييق على المجتمع المدني من خلال سن قوانين مجحفة تضرب في عمق المكتسبات ونضالات الشعب المغربي، ومن خلال هذه الوقفة يعني الرافضة لكل فعل تشريعي يؤسس لحماية الفساد والمفسدين داخل هذا البلد. نعتبر ما أقدم عليه الوزير وهبي والحكومة كذلك فيما يخص مشروع مسطرة الجنائية ومنها المادة 3، حيث أنها تم إدراجها والمصادقة عليها في المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة. أنا تنقول رئيس الحكومة أخلاقيا وسياسيا ودستوريا أنك تشارك في جريمة ضرب الدستور، في جريمة ضرب المكتسبات، في جريمة التشريع وسن التشريعات التي تحمي الفساد والمفسدين. نحن نعرف أن هذه حكومة الانكسارات، حكومة التراجعات، حكومة يعني الضرب في مقدرات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والترافعية لهذا الشعب المغربي. أنا أقول أنه ما أقدم عليه هو سيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس حكومته هو ضرب لمكتسبات المغرب، لمكتسبات هذا الشعب العظيم. أنه ما أقدم عليه السيد رئيس الحكومة ووزيره في العدل من أولا من صاحب قانون تشريع قانون الإطراء غير المشروع، ثم كذلك مجموعة من تشريعات سن، مجموعة من تشريعات داخل المنظومة التشريعية لحماية أخطبوط الفساد. نعتبر أن اليوم سلطة المال وسلطة النفوذ تشرع للوبية الفساد من أجل نهب خيرات هذا البلد، من أجل نهب خيرات هذا البلد، لأنه اتفق لوبي المال مع لوبي النفوذ وخلق لأنه يريد أن يخلق للشعب المغربي ولمكونات الشعب المغربي تشريعات تضرب في الدستور، تضرب في الاتفاقيات الدولية، تضرب في مقدرات هذا البلد. نحن نرفض هذا الأمر وسنتصدى له بكل الوسائل المشروعة، إما عن داخل المؤسسات، إما ربما سنلتجئ إلى تحكيم الملكي في هذا الاتجاه. فاحتجاجية أمام البرلمان لاستنكار توجه حكومي مستفيد من واقع الفساد والرشوة، من واقع تضارب المصالح، من واقع زواج السلطة بالمال، للدفاع عن مشاريع قوانين تقيد
الحريات وتقييد حقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك تقييد الجمعيات المدنية والجمعيات الحقوقية في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية المتعلقة بالتبليغ عن جرائم الفساد. اليوم هذا التوجه الذي تغول في البلاد للأسف امتد حتى إلى النيابة العامة وقيد وكبل هذا النيابة العامة في مجال تحريك الأبحاث وإقامة الدعوة العمومية. ورأينا كيف أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية أنه قيدت رئيس النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوة العمومية بضرورة توصله بتقارير من الجهات المذكورة في هذه المادة ومنها المفتشية العامة للداخلية، بمعنى أن رئيس النيابة العامة سيصبح تحت سلطة المجلس المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية، وهما يشكلان دخولا سافرا في استقلال السلطة القضائية وفي استقلال النيابة العامة، مع العلم أن المسطرة الجنائية الحالية اليوم تعطي للنيابة العامة حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ولو تعلق الأمر بمجرد وشاية. اللوبي المستفيد من زواج السلطة والمال يتضايق اليوم من الأصوات المنتقدة للفساد والأصوات المنتقدة للريع ومن الأصوات المنتقدة للإطراء غير المشروع. النخبة الحزبية اليوم استغلت مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع وللدفاع عن بعض اللصوص الذين تلجأ إليهم في محطات انتخابية من أجل ضمان المقاعد، يعني استغلال المؤسسات للدفاع عن حفنة من اللصوص، حفنة من المرتشين، حفنة من أشخاص مستفيدين من واقع الريع والفساد من أجل إدامة واقع الفساد والرشوة والريع. هذه الحكومة لم يسبق لها أن تقدمت بأي مشروع قانون يرمي مثلاً إلى تخليق الحياة العامة، إلى مراجعة مثلاً قانون التصريح بالممتلكات، إلى مراجعة قانون مثلاً الجنائي في اتجاه تشديد العقوبات على جرائم الرشوة ونهب واختلاس المال العام. هذه الحكومة هي التي تخللت وأكبرت جريمة الإطراء غير المشروع، هذه الحكومة متورطة في تضارب المصالح، هذه الحكومة هي حكومة الباترونة والأوليغارشية المالية، ليست لها مصلحة نهائياً ومطلقاً في أن تدفع في اتجاه تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والتصدي للرشوة. شكراً على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحباً بكم.